الحين انت بعض الاحيان تناقش او تناظر بعض الاشخاص انهم مخطئين، صح ولا لا؟ ما تحس ان هذا الشيء قد يعني يوجه الناس اليهم؟ يمكن هم كان ما حد سمع عنهم ولا سمع رايهم، يعني هم الناس يمكن تكلموا في حاجة وهم مخطئين. طبعا انت تناقش المخطئين، ولكن انت لما تكلمت عنهم متابعينك توجهوا له وسمعوا له كلام، ما تحس ان هذا الشيء بيصير او انه تحس عادي؟ هو صادق في الموضوع هذا، يسمونه الدعاية السلبية. ممتاز. إذا كان أنت إضافة لك قصدي لا أنه يشر الموضوع ذا. الموضوع ممكن كان ممكن يتكتم عليه وجيت أنا وزدته وصار أول شيء أنا ما أرد إلا على ناس أثروا صدقوا عندهم متابعين كبار. يا سلام عليك. هذا أول شيء، وما أرد إلا على ناس فيه رجاء. اللي ما فيه رجاء هذا الناس أكثرهم اللي فيه رجع، ايوه اللي فيه رجع هذا ممكن يتقبلون منه، والله الرجال ما قد تكلم ولا ما قد شطح، اي فجاه قال ذا والله اصبر يمكن انه صادق. وشفته انا بعيني هذا الشيء، شفته الرجل اثر في مجموعه كبيره وهو مشهور، وانتم ما شاء الله ان شاء الله كلكم تطلعون يعني امور، بس ما تشطحون. لا لا ان شاء الله مو بشاطحين. لا والله بيننا وبين رجع وجيه ما بيوجي شطحات لا لا ما يحتاج، معروفين. لا لا ونعم والله فيكم كلكم، ما اتوقع ما منكم شر. الرجال مشهور وما يحتاج اني انا اصعد اصلا الموضوع. الناس طيب انا ما صعدته، الناس اللي تاثروا في الموضوع هذا اخليهم ولا؟ يا سلام. اول شيء انا ماني مسؤول عن المجتمع ولا انا موصي عليه، لكن اذا ما في احد رد، انتم ما انتم موجودين يعني حاليا في المجتمع، في احد ستوب العالم، فهمت يعني؟ ما في احد يرد. انا والله صبرت وقلت في السناب بسكت ولا تكلمت عن الموضوع، يعني تريت يعني، ولكن الموضوع يعني وصل مرحله انك انت لازم تتكلم. سبحان الله تكلمت و لازم ترد وتنبه. اي لازم بس يعني انبه، مو بوجهه نظري، هي مو وجهه نظري، وجهه نظر العلماء. لا لا انا اقول وجهه نظر انك تنتظر حتى تشوف ما حد يرد وترد، ما تكلم في الكلام. اي يعني لانه مو مثل ما بتكون تخصص راجع، ترى يوم قلت في الدقيقه هذه ترى انا جبتك ادله، اسمعني قول لا اله الا الله. انا اقصد وجهه نظر، ترى المثقفين دول دقيقين يطلع لك من تحت السؤال كلمه، يعني ترى الكلمه اللي كنت أنا أقصد وجهة نظر إنك إيش؟ يعني تقول تنتظر بعدين ترد. إي لا يعني. أول شيء أنتظر وأشوف الموضوع هو صح، لا بس الموضوع اللي أنا رديت فيه هذا محسوم. انتهى الموضوع، يمكن ما يعرفونه الشباب. إي الشباب يعني كلامك صحيح. إي يعني بالنسبة لورث ورث المرأة في الإسلام أو الإرث في الإسلام، والآية اللي تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجأة هذا قال ان لا الان اذا طبقناها ما في عدل وظلم وجعاف. انا نتكلم يعني في الموضوع هذا وان نعطي الان اذا بعد عمر طويل يعني توفى لنقل رجل وعنده ولد وبنت، هذا نص وهذا نص، مع ان المفروض لا. فهو تكلم في الموضوع هذا يعني موضوع صراحه محسوم. ايه شلون استناده ايش يتكلم؟ وجهه نظر استهادة. وجهة نظر مقابل آية مستحيل. لا هو وجهة نظر يقول كذا. يقول الشهرة هو يرى. لا 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 مش هو مسألة كذا. أكيد يعني رجل معروف. أكيد عنده. وأنا أحترمه، وترى يوم نزل المقطع حقه وكان ما هو مقطع، ما هو هو جلس وتكلم في الموضوع هذا عارض، مقطع عارض على سبحان الله جزئية. إيه لعله يعني زل، لكن أنا الرجل والله كنت أتابعه وأحترمه وإلى يومكم أحترمه، لكن اللي قاله لا استوب. أنا أعرف ناس يعني ضايفينه وضايفهم في تويتر ورتوته وتكلم، لأنه ما ممكن برضو من قلة خبرة، عندهم قلة معلومات. أي وهو يعني أستند على أشياء خاطئة. أي يمكن ضعيفة يعني أساسها ضعيف ركيك شرعية يعني. أستند على أشياء شرعية. لا ما أستند على أشياء شرعية. ما محسوم. الشرع ما في محسوم وأنا خوف ما يمديك حتى فهمت. فعشان كذا أنا مثلت اللي قلت لك، إذا أنت جيت تبي ترد على علماء مثلا الفيزياء كلهم، جيت انت كل علماء الفيزياء يعني ثابتين على القاعده هذه، جيت انت بترد لا درست ولا بحثت ولا قعدت عند علماء تمام يعني.